السلام عليكم، يا صباح الخير والنور والسرور. غايته ترى غايته. اوه يا وقف، اوه والله حان الآن وقت القص. يلا بسم الله، وقت التشتيت. القصص هذه كامل للتشتيل بإذن الله تعالى. شوف ما شاء الله، بتقول حاضر زراعية تحت هذه الشريش. هذا الموقع جدا ممتاز، شوف الظل ما شاء الله، الأمور طيبة. شايفين هذا القنمي؟ شايفين هذا القنمي؟ حابين كثر. شايفين هذا العود؟ هذا مناسب جدا جدا مناسب. هذا العود نفس الشيء يصلح، ترى هذا العود متخشب يصلح لكن يتأخر شوية. هذه الأعواد الصغيرة ممكن، وطول القلم 25 سنتي، يعني شبر وشوية. وهذا العود جدا ممتاز كذا الطريقة يعني، وعسى خير إن شاء الله. طبعا المعلومة اللي حاب أخبرتكم عنها والمهمة، إنه لما تقصه يكون القص من الأعلى مائل ومن الأسفل سيدة. ليش؟ لأن هذه الكمية بعض الأحيان يمكن نزرع عكس، بمعنى إنه أول ما نشوفه يكون مائل من الأعلى نعرف إن هذا فوق وهذا تحت. هذه الطريقة فقط، هذا نفس الشيء مهم. وبعدين من تحت لازم يتم عملية حفه، حف من هنا، من هذا المكان شوي، ومن هذا المكان شوي. بارك الله فيك. طبعا اذا جينا نتكلم على تجهيز الاكياس، هذا الاكياس احنا نستخدم رملية معطينية، والبعض يستخدمه بيتموس وكومبوست لكن اغلى. زين، وهذا احنا في مكان ظل، وهذا الاقلام، ونحط الاولوفيرا، يعني نعصر الاولوفيرا هو الصقل في علبة ويطلع مثل هذا لون اخضر. لا خلاص كافي. انزين، ونحطه مدة دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، 4 دقائق، ما عندكم مشكلة. بعدين نسوي الحاضنة الزراعية في الفيديو الآخر. هذه بعض التجارب الزراعية في التشتيت. الخطوة من بعد يتم عملية زراعة الأقلام بهذا الشكل، إن كان قلم واحد أو قلمين براحتكم على حسب عدد الأقلام الكثيرة. الأعواد الصغيرة ممكن نسوي قلمين، ما عندكم مشكلة بهذه الطريقة. انزين، ونكمل هذه كامل. طبعا بعد ما انتهينا من التشتيل كامل يتم عملية ري بهذه، عشان الفتحات هذه تتسكر، يعني ما تكون مفتوحة بهذا الشكل. شفت كيف؟ هاي الطريقة. شايفين هذا البيب الهاي بريشر؟ هذا نص انش، نحط حفرة هنا وندخل بيب بهذا الشكل، ونجيب من هنا يتم عملية حنيه بهذه الطريقة، وراح يعطينا مقوس. وفي احتمال بنسوي بيب آخر هنا في الوسط، عشان الطربال هذا أو الكيس الأبيض ما يطيح، لازم نسوي واحد في الوسط. طبعا يا اخوان نهاية الفيديو نحط الطربال الابيض، هذا سمك خفيف، اذا كان في ظل مكتم يعني مثل هذا المكان جدا ممتاز، ما يحتاج نسوي اضافة فيه. وهذا الطربال العريض قيمة رخيصة يعني، ونسوي شتلات جماعية، وبشرط يتم عملية تسكيرة داير مدار بتراب بهذا الشكل، لكن لازم نجيب شاول. انزين، ونغطيه كامل، ونسوي له تاريخ لمدة شهر يتم عملية فتح بالتدريج. هذه بعض المعلومات اللي عندي في طريقة عمل حاضنات زراعية والتشتيل الأشجار داخل حاضنات زراعية. هاي الطريقة، شفتوا كيف؟ مثل بيت المحمص الصغير. طبعا في النهاية يا اخوان يتم عملية وضع الطربال الأبيض
في سمك، هذا السمك الخفيف الخفيف اللي شفته ممكن نسوي رضفين يعني كيسين مع بعض. وهذا الطربال الجميل. آخر مرحلة الحاضنة هذه الكبيرة يتم عملية وضع التربة حول الحاضنة، تسكيرها كامل حتى الأكسجين ما يدخل، هواء ما يدخل. زين مرة بالأحكام. طبعا سقيناها في البداية لمدة شهر ما نسقي أبدا، وراح تطلع لنا هذه النتيجة. ممكن عدد يعني الشتلات اللي داخل عدد لا يحصى، 100 200 1000 2000 3000، ما عندكم أي مشكلة. وهذه الطريقة، هذه بعض المعلومات الأخيرة. أوكي، هذه بعض المعلومات اللي حاب أطرح لكم إياها، وشكرا لكم، عسى أن تنال على إعجابكم بإذن الله تعالى.